صباح الخير وصباح النار وصباح النعناع وصباح المسمن. ايوا اش نقول لكم اخو، شوفوا البارح اخيرا مشى البارح احساس المرجان لقاهم يلا حطوه حس ما كانت كثير بعدا بخير. صباح النور اخوتي الزوينين، هذيك كنبغي نفطر بها في الصباح. يا سلام شي حاجه مانيفيك هكا. ايوا لا بد نفطر بها بس مشى البارح احساس جبالية وصافي. وقلت اليوم غنشارك معاكم الفطور ديالي. اليوم غنطيب غير اتاي حيت البارح فطرنا بالحليب وكافر وشوكولا حيتاش طلع لي فراس والله اخوتي. الا فحال فين ما كنمشي ندير شي كافي مابقيتش كندوموندي عصير ولا كندوموندي غير شوكولا شو حيت ما طلع لي داكشي كامل براس. غناخد غير اتاي وهاد الحليوه وزويته وجديده وديك الشيء. راه احسن تسخنت تجيب لينا الفرماج مسمن ما غيكونش دابا يا مسمن ما يكونش دابا مسبوق صافي نطيبو غير انت دابا ما كانت حتى كرواط هذوك. لا هذا شفتي عليه البارح كرواط ما عجبتنيش انا كنمشي نشري هذيك اللي في مرجان. شنو هي خويا 20 درهم ديال 30 درهم في مرجان زوينه احسن من الاخرى. علاش اخوتي كندير ثلاثه ديال الكيسان حيت كندير غير القياس ما تنشربش كنشربوش حنا اتاي بزاف. ليه ما انا مش نجيب هذاك؟ انا بسطنا صافي ناري اسمع وليد اليوم الدنيا شبيه بدات تحلل معاها. اه انا
اليوم تصبح ما شاء الله عافرنا ولا هذا بني بعد إحساس هوا وشاء سنقص على كل شيء لما نروح سبحان كتير يا كتير بيجي حزن ما في عقوش كامل يلي أنا مع مصر شوفوا هذه يلا شريتها كما وليتكم شحال باقا فيها لا بلا ما كيغسل الوجه وما كيغسل الوجه ولا كماته عاوتاني تقاضى ونخسر ضروري نمشي لهم انا ما نقدرش نجلس بلا ليهم الفطار ديال كلاس مشى البارح وما جابليش بكيات الفرماج انا ما فهمتش انا كي عصب والله يا خوتي لا كي عصب ما عرفتش انا هاد السيد هذا منين شنو شفتي اتاي انا باش كنطيب الفطور كنحط اتي بداك الفريطو واش صغيرين كيجيو كيوت وكيجي زوين يحسس بلا تصبح طوم ليا ف يا تي نقسموها نديرها سخون مزيان لا ما سخنين شاد لا تاع تاع هي مبغيتش دابا ما نحط الحلوة حتى لي غادي
فوق لي على الماء. حساس قال لك نمشي بينا تيسا وهي كلها تيسا الصباح. حسوس أجابك فين؟
اجي احسس اجي طاح لي اجي شد التليفون غير طاح اجي سمحوا لي اخوتي واحد دقيقه السكر غير طاح صافي شوفوا شنو قال اه وين محمر هكاش تسمشات مشاش ولو دار بين هاد الكماشه يا ما تعيش تسجلات مشاش ايوا واش غادي ديروا مع بعضياتكم ولا كلا شوف لي دار بين النهار واش ندير حطو شي في الخلاف بويصه ديالها صاخوتي محلاوه انا وليت كناكل حلاوه ديال الله يحفظك البنات ومضربه اختي وييه انا حبيت نغسل يدي كنت دايرين صافا بعيد خير كان دابا بالنسبه مبروك عيدكم هاي وش عاودوا جايين عيد راه ديما هنا عندنا هاي وش عاودوا خوش وش عاودوا تطلع من المغلام ما تشوف جيتو دات لي بخ يلا انا دوم بحال هادي دات لي بخ بغات تخلاني يلا كان موجه يعني لا زوين زوين ما شاء الله انت كتزرع في فمك نوليو ثاني في الشيء لازم كاين اليوم 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 فريق هي القبع واش تيجي في بخي وهي انا دارت لي بخ زعما انا مجرم يا واخ زعما تنقد من مشاش هذاك صحاب المافيا المشاش لا غير قتلوك تي ما كت عرفتي واحد المشاش قباح حد الشيباني واحد مول الشيباني الحرام شي ياكل كذاك ياكلك انا ما خليت لك عظام هذاك ما شديتش كره ريشك تمايا فعلا هنا ولا لا ريش ولا ما ريش هذا راه حطيت الكونفيت وحطيت الكونفيت فوق الطبله ودي بخ يا شد فماش ريش هذا مولا ولا دي بخ هانتوما راح حطيت انا كاشو فرماج ما عطيتش ديالي بكيت الفرماج ولا حليوة واخا عادت اليوم حسيت فنفر قادو ماشي كتهوي لي الفرماج قادو باش ما عرفوش كنا فيها ضروري المهم الخوت كنتمنى الفطور اليوم يكون عجبكم وتكونوا معايا كنبغي نشارك معكم اي حاجه كيفاش كان الفطار شنو باش كيفاش تغديت باش تعشتي شنو شريت شنو ما شريت غير بغيت نوصل واحد النقطة عاوتاني لقيت واحد لي كومونت تاع داك ديال المرجان قالت لك فينا هو اللحم فينا هو الدجاج اول حاجة اللحم انا ما فعلتوش ثاني حاجة اللحم اللي ديال العيد غتدخلوا غتشوفوا شحال من فيديو طيبت اللحم شي جوج المرات ولا ثلاثة طيب 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 تبقي كامل صدقتو حنا ما كناكلوش اللحم بزاف ثلاثة طريفات طيبتهم كل مره كنطيب طيف بس هذه واحد النقطه ثاني حاجه الدجاج انا ما كنشريش الدجاج ونديرو في الثلاجه ونخليه لانني اول حاجه ما كناكلش الدجاج ثالث حاجه كنشري بيبي انا ما كنشريش الدجاج يعني انا ملي كترشق ليا غنطيب بيبي راه كنمشي نشريه طيب ماشي كنشريه ونغسلو ونحطه في الثلاجه ونخليه تما شكون اللي ضمن ليا انا غنسافر ولا ما اصلا ديما مسافره ديما خارجه ديما هادي ديما كنمشي اكثر يوم ولينا كناكلو في الزنقه حيت فاش كان عندنا الشغل كنا كنخدم كنا كناكلو في الزنقه يعني الحوت ما كناكلوش لكن انا غنمشي الحوت كنمشي نشريه من غير طاو
غالي كريفيت كالامار داكشي اللي ستاك يعني داك الابيض بس هادشي انا اللي بغيت نوصل لكم الفكره قليل في كناكلو الحوت انا بالاحساس. وثاني حاجه حنا الى نضنا حتى ديك 12 وحده كنوضو بحرام كنوضو نفطرو اش غيبقى لك انت ما غادي توجد الغدا. حنا كنوض مع الوحده ما كنساليو حتى جوج ولا ثلاثه كنوضو كنبغي نخرجو نتغداو على برا كنتغدى كنخرجو على برا كنمشيو للمرجان كنطلعو للشارع كنمشيو نقضي شغالي ما كنجي حتى ديك 8 ولا 9 كندير العشاء يعني ما كاينش الوقت فين غادي نطيب هادي ولا هادي. باش نقول لكم اللحم كما قلت لكم ما كناكلهاش نتوما اصلا عارفين ما كناكلش اللحم. ثاني حاجه الاحساس هو طلعت لي اللحم في راسو هو يقول لكم اللحم زعيد شحال طيبنا يشوفوا الفيديو شي ثلاثه د المرات واقع اللي طيب حتى باقي كامل حيدته اللحم دراس هو اللحم دراس طيبته قلا مره وحده اللحم دراس ولا جوج ماجور طيبات صغار حتى باقي كامل راني حيدته حيت اللحم دراس. شوفوا شوفوا مشات تابعه دبانو غادا تزيد بيسين يعني غير باش نوصل لكم واحد الفكره ولي كيقول لي شمن خضره غادي نتقطع ما كناكل انا قرعه ما كان انا المشكله انا واحساس ما كناكلو قرعه ما كناكلو لفت ما كناكلو دنجال ما كناكلو كناكلو بطاطا بس ها هو يقول لك احساس بطاطا وبس انا هادشي اللي كناكلو اضطريت انني بقوتي انا كنخاف نبقى نخرج ولا نسافر ندير الحاجه خديتها ومي بغي ندير الطرطيه نقطع هذيك اللي خديتها انا ديرها في الفريكو اللي شريتها انا ولا نقطعها طريفه ونقليها من بغي نقليها غير بوحده غادي نحطها من بغي قليل من شها ندير مثلا عاوتاني اش كيقولوا لها الشعريه الصينيه انا غادي نديرها ناخذ نص كيلو بطاطا ولا كيلو غنديرها كامله وغادي نحطها باش ما تضيع ليش الحال حيت الخبز انا ما كنبقاش بالدار هاد المره ثاني كنسافر اصلا حتى الفيديوهات اللي انا كندير لكم وانا ما كندير لكمش ديال بحال دابا انا صورت فيديو اليوم غادي نحط لكم اليوم لا راه كثير كيكونوا عندي فيديوهات بريفي حيت انا ما كنبقاش في الدار كنخرج كنسافر كنخرج ما كنجيش كنخرج عندي بزاف مشاغل كنقضيهم عندي بزاف الحوايج كنقضيهم نوصل لكم واحد النقطه ماشي حد الجوع لنا والحمد لله وحده قالت لك ما عندهمش تقول لك اختي حنا ما عندناش دابا حيت واش اللي ما عندوش غيشري الحلوى ساويه ب 30 درهم غدوز ليه 30 كل 3 ايام خاصني وحده اللي ما عندوش غيمشي يشري دالونات والتخربيقه اللي ما عندوش راه كيمشي يشري شي حاجه ويخبي انا ما يمكنليش ما نشريش دانون والعصير والفواكه وزيدوا زاكم شتو راكم شتو ها غير البارح مشات شاغي المرجان ها هو ها انتم ها مشى البارح المرجان وحده كليتها البارح بلي لا ما بقاو جوج هادو عاوتاني غيتنكلو اليوم غيتنكلو اليوم بالليل كنديرهم انا كديزير كناكلهم اليوم واحد ليا احساس ما كياكلوش كناكل ها هو غدا خصني نمشي عاوتاني نشري باكيه ها هو ثلاث ايام ثلاث ايام ها هو غير كاش البارح مشى جاب غير جوج ها هو واحد هاد الصباح قسمتو انا المشى هذا عاوتاني نقدر نطيب به الطرطيه بالغدا ها هو ما بقاش ها انتم الفرماج هذا كلي فيه 10 الحبات جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة طيبت البارح إبلي تعشينا به طيبت عاوتاني في الغدا شتو طيبت داك سميتها الأم داك الشا حطيتوها للمشا ليا وللمشا هانتوما ها الطوم كناخد أنا الباكية فيها ثلاثة ها هاهما بقاو منها جوج البارح عطيت للمشا بقاو منها جوج يعني أنا مكنتحاسبش على الماكلة ولا هانتوما ها شحال طيبت لي باط بقى منها طيبت لي باط ها بقاو هنا كيكونوا ثلاثه 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 بقات هنايا وحده بقاو هنا جوج فين مشاو يلا يلا جيب لهم غير فاش تقضيت من المرجي جبت جوج باكيا شو شحال بقى هنا بقى منها جوج بقات منها وحده يعني ثلاثه الحبات مشاو ها انتم ها الميه ما بقاتليش ها هو مشى جابها ليا احساس البارح دابا هادي غادي تحل بغيت ندير الطرطية غادي نحل وحدة غيبقاو جوج بنادم اللي يكون عندو ما عندوش راه مكيمشيش يتقطا هادشي ولا كيمشي يشري هادشي ولا كيمشي يشري خضيرة ويشري واحد 10 دراهم ديال الدجاج ولا ويتبقى لا
باش نحيدو منكم هاد الهضره ديال ما عندهاش. الحمد لله ربي مسهل عليهم اي حاجه. انا ما يمكنليش نشري لشي حاجه وانا ما كناكلي باش نبين لكم انا راني شريت اوريو. ما كناكلوش اوريو، انا والله ما كناكلو وما تيعجبنيش. انا كنشري داك الحاجه اللي انا كتعجبني، ما كنبغيش نمشي نشري باكيات ديال ميرينغينا ولا جينوفا، حيت كما قلت لكم الخطره اول حاجه خاصني نقص من هذا الشيء. وثاني حاجه شيبس راه ماشي انا حلتي ان شاء الله شيبس ممنوعه عليا الطبيب، قال لي ممنوع عليك تاكلي اصلا شيبس، ممنوعه عليا. راه بزز باش كنشري هذيك الصغيره ديال درهم باش كنشريها، اما الكبيره لا لا الله محمد رسول الله، لا بغيت نشريها بزز بزز باش كنشري. راه كنشري الشيبس راه ممنوع عليا الطبيب ناكل اصلا شيبس، ممنوعه عليا حيت عندي النصران وانتم اصلا عارفين عندي النصران. راه ماشي حتى نمشي نشري انا الشيبس الغاليه او نشري منها بزاف وناكلها ايوا ومني غادي نضطر عاوتاني من المصام ونبات عاوتاني كنموت. داك الساعات نقول انا كنشري الحاجه اللي انا كناكل باش ما تضيع عليش، الحاجه اللي انا عارفه راسي غناكلها وما غاديش تضيع لي. انا ايبلي كنشري ب 50 درهم، اذا كنت غادي نطيب انا ايبلي يومين لا ويوم ونهار يومين لا ونهار راه كيدوز لي بحال سيمانه كيدوز لي شريتها. حيت انا ما عنديش وقيته امتى كنطيبوها، هذه كتكون عامره شوفوا شحال بقى. يلا البارح قلا ولا والبارح طيبت منه، دابا عاوتاني بغيت نطيب منه عاوتاني العشاء ولا بلاتي غيجيني الجوع غادي نطيب. راه انتما تشوفوا هذا ايبلي انا ماشي كنشريه باش نطيب فيه، لا بعد المرات كنكون هي عيانه كنديرو كنتعشى به مع الطون مع الفرماج مع الميز. اول دابا لا فطرت استغفر الله وبلاتي وحشو وجاني الشهر غندخل عندي جوج كيسان نديرهم في كوكوت مع ها هو داك الشيء اللي بقى ليا ديال الطون، ها هو غيمشي عاوتاني خصني غدا نمشي نسخر نشي داك الشيء اللي انا كناكل. سكون تفهمو شوفو كتاكلو الدجاج كتاكلو، انا ما كناكلش ليها ما نضيعو، انا نحولو ما بغيتش نشريه حيت ما كناكلوش. انا دابا غير هزيتو وصدقت قسما بينا والله الا اختي ابتسام ضربت فيها قلت لها علاش لي ما قلتيليش راكي ما عيطتيش اختي ابتسام، كون شريت كون انت مشيتي تما وشرينا حولي وعيطت معاكم، حيت انا ما غاديش ناكل اللحم ما غناكلهاش. ها هزيتها صدقتها الله يقبل، ما نقولو صدقتها هزيتها عطيتها الله يقبل. وانا كون كنت انا شي وحده اللي كناكل طلعوا عندي الخضره ضيع هادشي تضيعه، انا ما كنضيعها حيت فلوسي هادي كان ميمكنليش نضيع شي حاجه غنشري شي حاجه وانا ما كناكلهاش، هذا غير باش نبين لعباد الله نشري نبين لكم بحوايج اخرين ماشي بالماكله. حيت الماكله انا ما كناكلش، كناكل داكشي اللي انا كنبغي لي باط ايبلي دانون ديك السقاطه وديك التخربق، انا غير كنكون جالسه خصني ولا بد السقاطه وداكشي خاصني. المهم ما عليناش، يلاه السلام عليكم وبالصحه وطولكم وانت رايكم وقيله برد. يلا الخوت السلام عليكم وتهلاو فراسكم وبلا ما تبقاو تطلقوا سمكم الفقراء.